أقبل على التسجيل لغاية الآن 42,000 سجلوا في النظام. ما كان نريد نحط عليهم غرامات، نحط غرامات على اللي يمتنع بالتسجيل أو يمتنع بالإصرار على مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة في الدولة. إحنا نبغى نشجعه يجي يسجل، لما يسجل بيكون تحت سلطة وإشراف الجهات المختصة في البحرين. فعندنا 42,000 بالفعل صدرت لهم تراخيص عندنا، وهذه أحسن رقم أنا أحب أقوله، عندنا 31,000 ما سجلوا لكن ما حبوا يسجلون ولا حبوا يخضعون للنظام، فخرجوا من البحرين طوعيا أو التحقوا بأعمال بحسب القانون. 31,000 صححوا أوضاعهم بحسب الأنظمة دون الالتحاق بنظام العمالة المسجلة. عندنا 26,000 اللي إشار لهم الأخ ممدوح، ساعة النائب الأخ أحمد ممدوح، 26,000 لا زالوا تحت النظر. ليش هم ممتنعين عن تصحيح أوضاعهم؟ بس العدد الأكبر هم اللي تم ترحيلهم من البحرين. يعني هم ثلاث خيارات، احنا نقول الجزرة، شو يقولون العصا والجزرة، تبي صح أوضاعك تتبع الأنظمة اللي موجودة في مملكة البحرين، منفتح لك المجال بقيود واضحة